بارك الله فيكم. يقول في سؤال آخر: مركز طبي به مناوبون على مدى 24 ساعة وموظفون، بعضهم يداوم فترتين صباحية ومسائية وبعضهم فترة واحدة، وهو يبعد عن مسجد الحي ما يقارب 150 خطوة وأقيم به مسجد، فهل يجب علينا الصلاة فيه حين وجودنا وقت الدوام أم نصلي في مسجد الحي علما بأنه يصلي معنا مراجعون؟ أنتم بالخيار، إن شئتم تصلوا في مسجد الحي وإن شئتم أن تصلوا في المسجد المقام في المستشفى. الحمد لله، لا سيما إذا كان عملكم يتطلب أن تصلوا في مسجد المستشفى، صلاتكم فيه أولى من أجل مصلحة العمل. بارك. ومن صلى في المسجد الحي فلا بأس بذلك. نعم.